आप लोग जरा आहिस्ता पढ़ो। ولقد مكناهم في ماء مكناكم في ماء فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلكم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلهة بل